ارتفع المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنحو 1.7%. وبالطبع للمزيد بينضم الينا مباشره من مقر البورصه المصريه الزميل مينا بشرى. مينا، هل انتهت البورصه على ارتفاع جماعي كما هو متوقع منذ البدايه؟ نعم، ولا أنهت مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات هذا الأسبوع على صعود جماعي لكافة مؤشرات البورصة، وإن كانت وتيرة الصعود في ختام التعاملات أكثر من بدايتها، حيث استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي منذ بدء التعاملات وحتى الإغلاق، مدعومة بعمليات شرائية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات والأداء الجيد للأسهم القيادية، لتحاول البورصة المصرية خلال آخر جلسات هذا الأسبوع أن تعوض جزءا من الخسائر التي منيت بها على مدار الجلسات الماضية. تحديدا المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 أنهى التعاملات على ارتفاع بمقدار 1.76%، وليصل إلى مستوى 12,800 ونقطتين في ختام تعاملات اليوم. أيضا المؤشر السبعيني والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع في ختام التعاملات بمقدار 2.33%، وليصل إلى مستوى 493 نقطة بختام التعاملات. المؤشر الأوسع نطاقا كان أكثر المؤشرات صعودا اليوم بمقدار 2.28%، وليصل إلى مستوى 1,200 نقطتين في ختام تعاملات اليوم. من أداء مؤشرات البورصة الأربعة إلى أداء الأسهم اليوم، فبالنسبة لأكثر الأسهم ارتفاعا جاء في المرتبة الأولى مصر لإنتاج الأسمدة بمقدار 10% صعودا، وفي المرتبة الثانية الوطنية لمنتجات الذرة بمقدار 8.93%، وفي المرتبة الثالثة البويات والصناعات الكيماوية بمقدار 8.37% صعودا، وفي المرتبة الرابعة سهم العبوات الطبية بمقدار 6.98% صعودا، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم الأسكندرية للزيوت المعدنية بمقدار 6.97% صعودا. أما على الجانب الآخر بالنسبة لقائمة الأسهم الأكثر تراجعا اليوم، فجاء في المرتبة الأولى سهم الأسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بمقدار 9.99% هبوطا، وفي المرتبة الثانية دلتا للإنشاء والتعمير بمقدار 5.21% تراجعا، وفي المرتبة الثالثة العبوات الدوائية المتطورة بمقدار 3.14% تراجعا أيضا، وفي المرتبة الرابعة العبور للاستثمار العقاري بمقدار 3.1%، وفي المرتبة الخامسة يونيفرسال لمواد التعبئة بمقدار 2.97% تراجعا. أما بالنسبة لفئات المستثمرين اليوم، فاليوم سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والمصريين، تحديدا نسبة الاستحواذ من جانب المستثمرين المصريين وصلت إلى 69.17% من إجمالي التعاملات اليوم، وبصافي بيع تجاوز 19 مليون جنيه. بالمثل اتجه التعاملات العرب أيضا نحو البيع اليوم بنسبة استحواذ تجاوزت 8.19%، وبصافي بيع تجاوز 4 ملايين جنيه. في المقابل كان هناك اتجاها شرائيا من قبل المستثمرين الأجانب بنسبة استحواذ تجاوزت 22%، وبصافي شراء تجاوز 24 مليون جنيه. بالنسبة لمستوى السيولة اليوم، فقد عادت البورصة المصرية اليوم إلى مستوى السيولة مثل جلسات الأسبوع الماضي، تحديدا بجلسة الأمس شهدت ندرة وتراجع كبير في مستوى السيولة، ولكن اليوم عادت السيولة إلى طبيعتها مرة أخرى، فقد وصلت السيولة اليوم إلى حاجز 1,246 مليون جنيه، وذلك من خلال التعامل على 223,932,000 سهما، وبإجمالي عدد عمليات تجاوز 27,000 عملية. نتيجة لهذا الصعود الجماعي لكافة مؤشرات البورصة والارتفاع الكبير في معظم الأسهم التي تم التعامل عليها اليوم، فقد ربحت البورصة المصرية اليوم قرابة 9,773,000,000 جنيه. ولكن على مدار الخمس جلسات المتتالية لهذا الأسبوع ونتيجة للأداء المتباين خلال جلسة الأمس وتراجع إدامة على مدار جلستين تحديدا جلسة الاثنين والثلاثاء الماضي، فقد منيت البورصة بخسائر قدرها 6 مليارات على مدار جلسات هذا الأسبوع.
إذن الأسهم في ارتفاع، قيمة التداول أو السيولة كما تسميها عادت إلى طبيعتها، وأيضا رأس المال السوقي ربح أكثر من 9 مليارات جنيه. هذا في ختام الأسبوع، هذا الأسبوع، ولكن هل طرح بيع حصة من بنك القاهرة في البورصة يعني هل أثر بشكل أو بآخر على نسبة هذه النسب المرتفعة كما ذكرتها؟ نعم، بالتأكيد هذا الخبر له انعكاس جيد على الأداء العام للبورصة المصرية، وإن كانت البورصة بشكل عام والمتعاملون بينظرون ويتوقعون ما تم الإعلان عنه خلال العام الماضي من طرح عدد من الشركات قطاع العام في البورصة المصرية، فمثل هذا الخبر كان له انعكاس جيد على الأداء العام للبورصة المصرية اليوم، وما كان خلال الجلسات الماضية من أخبار تم تداولها خاصة بفرض ضريبة الدمغة أثرت بشكل أو بآخر على أداء البورصة المصرية خلال الثلاث الجلسات الماضية، ولكن بالتأكيد مثل هذا الخبر انعكس على البورصة المصرية إيجابا اليوم، وما رأيناه من ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة وعودة السيولة إلى مستوياتها مرة أخرى كان لهذا الخبر تأثير بشكل أو بآخر على الأداء العام لسوق المال اليوم. نعم، أسباب السيطرة البيعية لتعاملات المصريين مينا؟ نعم، بالنسبة للاتجاه البيعي للمصريين اليوم والعرب أيضا فهي عمليات جني أرباح، ما نراه من جلسات هناك تباين في اتجاهات وتعاملات المستثمرين الثلاث من مصريين وعرب وأجانب، فاليوم بداية التعاملات كان هناك اتجاها بيعيا من المصريين في مقابل اتجاها شرائيا من العرب والأجانب، ولكن مع مرور جلسة التداول تحول تعاملات المصريين إلى البيع مرة أخرى تحديدا خلال النصف الثاني من التعاملات، ليظل المستثمرون المصريون متجهين نحو الأجانب عفوا يتجهوا نحو العمليات الشرائية بكثافة، وهو ما ساعد المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 على مواصلة مزيد من الصعود والارتفاع مع مرور جلسة التداول، على الرغم من تحول المستثمرين العرب إلى جانب المصريين نحو الاتجاه البيعي خلال آخر جلسات هذا الأسبوع. طيب، طرح بنك القاهرة يعني هل هو بالفعل تم طرحه مينا وتم شراء أسهم عليه أو يعني الاستحواذ على أسهم منه، أم أنه لسه في طور الحديث يعني؟ نعم، بالنسبة لهذا الخبر فهو يمر بمراحل متعددة ليتم الطرح داخل سوق المال المصري، ما بين شركة خاصة تقوم بعملية الترويج للطرح، وأيضا الاكتتاب العام داخل البورصة المصرية وطرح الأسهم، فلذلك ما تم نشره هو خبر خاص، ولكن الإجراءات الفعلية بتمر بفترات طبقا للإجراءات المطبقة والتي يتم تنفيذها طبقا للتعامل مع إدارة البورصة المصرية، فهي مسألة توقيت وإجراءات بعينها تسير على خطاها جميع الشركات التي تريد طرح جزء من أسهمها داخل البورصة المصرية. طيب مينا، بنهاية تعاملات هذا الأسبوع يعني ماذا يجري من حديث عن بداية تعاملات الأسبوع القادم يعني في الكواليس لديك؟ نعم، إذا تحدثنا عن التوقعات فبشكل عام ما تم خلال جلسة اليوم من صعود جماعي لكافة مؤشرات البورصة، فالبعض بيتوقع أن جلسة اليوم الأحد الماضي سوف تسير على وتيرة جلسة اليوم الخميس من صعود جماعي، ليحاول المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 أن يتجاوز مستوى المقاومة 13000 نقطة مرة أخرى، وهو ما تراجع خلال جلسات هذا الأسبوع دون هذا المستوى، فالبعض بيتوقع أن خلال الفترة القادمة وخلال جلسات الأسبوع الماضي سيحاول المؤشر مرة أخرى اختراق هذا المستوى من المقاومة، ولكن بالتأكيد ذلك سوف يتوقف على مدى ما يتعامل معه السوق من أخبار إيجابية ومحفزات لتدفع بالمؤشرات وليتم ضخ مزيد من السيولة للدفع بالبورصة المصرية إلى مواصلة مزيد من الصعود والارتفاع مرة أخرى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا الدائم في مقر البورصة المصرية مينا بشرى، شكرا جزيلا لك.